اهلا بحضراتكم. انا بس مش طالع بس مباشر طويل ومش هطول على حضراتكم ولا هكلم كتير. انا بس كنت طالع علشان اقول لكم النهارده ان شاء الله في حياتي الليله دي من مصر. النهارده هيكون معايا لقاء مع الفنان والمقاول محمد علي، واللقاء هيكون حوالين جولته الاخيره في لندن، وهل كانت موفقه، خاصه ان كان صداها زي ما شفنا امبارح في حلقه مصر النهارده كان صداها واسع جدا في الصحافه العالميه. فهل جابت نتائج تانية؟ هل هيكرر الزيارة دي إلى أمريكا كما وعد، أم أنه الراجل يعني اكتفى بزيارته لإنجلترا؟ الحاجة التانية المهمة، هو عمل مشروع كده يلم فيه المعارضة وجاب عقول ونخبة تفكر وتدور وتعمل. فهيكون حواري معاه النهاردة حوالين المشروع ده. هل هو يعني يقصد المشروع ده أنه يتزعم المعارضة المصرية؟ هل بيطمح في منصب أم لا؟ وأسئلة أخرى وفتح ملفات، مين النخبة دي أو مين العقول دي اللي فكر يعمل بيها مشروع؟ وحكاية طرحه للاستفتاء اللي هيعمله، طرحه المشروع ده للاستفتاء على الناس، ثم ماذا بعد طرح ده لاستفتاء الناس؟ ده اللي هيكون محور لقائي مع محمد علي. لكن هناك أيضا معلومات تانية بعد ما تأكد لدي من ان احمد خالد بتاع البحرية، انا قلت امبارح انه وصلتني معلومات مش كاملة 100% حوالين ان احمد خالد تم تعيينه نائب للسيسي. الحقيقة النهاردة وصلتني معلومات جديدة عن احمد خالد اللي هو بتاع البحرية ده، اللي تم تعيينه نائب للسيسي، او القرار صدر، القرار دلوقتي في مكتب عبد الفتاح السيسي، القرار دلوقتي في مكتب السيسي. لكن مين هو احمد خالد ده؟ تعرفوا ان ده اوسخ خلق الله على وجه الارض، ده انتن بني ادم ممكن تقابله في حياتك. معلومات هتتفاجئ بيها عن احمد خالد ده. مين اللي راح قال ظبط احمد خالد؟ مين اللي بارك له؟ شخصيه سياسيه كبيره راحت باركت له. مش بس باركت له، ده في كمان احمد خالد ده طلع انه ورا كارثه سودة ضرت مصر كلها. هذا الرجل كان وراه حاجه مهمه جدا، يعني كل مصري عارفها، العالم كله اتكلم عنها. ايه هي بقى الحاجه دي؟ ايه الحاجه اللي راح فيها اكتر من ربما 200 شهيد؟ يعني احمد خالد ده كان احد اهم اسباب مذبحه الحرس الجمهوري. ايه بقى دوره في مذبحه الحرس الجمهوري؟ هتعرف ده كويس جدا، وهتعرف انه احمد خالد ده مش مجرد واحد عادي، ده العقل المفكر لعبد الفتاح السيسي، وانت خلق الله، يعني انت من الباز يا فندي. المهم يعني، لكن بقول مره تانيه، انا بس طالع، مش طالع اعمل لقاء مع بس، لكن طالع اقول المعلومات دي. معايا المقاول والفنان محمد علي عشان نتكلم على زيارته الاخيره، وعندي معلومات مهمه جدا تهم حضراتكم عن احمد خالد، الاسم الجديد اللي بدا يظهر وتردد، وهتتفاجئوا يعني بمعلومات عشان تعرفوا ان انتم عايشين في دوله عصابات. خليني اقول لكم، أنا شاكر للإخوة اللي طلعوا دلوقتي. أشوفكم بالليل ولقاء مع الفنان والمقاول محمد علي، ومعلومات جديدة عن طارق الفقي المجرم بتاع الداخلية اللي تعين النهاردة محافظ، ومعلومات جديدة جدا وحصرية عن أحمد خالد بتاع البحرية اللي بيقولوا أو اللي صدر قرار تعيينه نائب للسيسي، والقرار دلوقتي في مكتب السيسي. أنا مش هطول، أشوفكم بالليل. مهم جدا تشوفوا حلقة النهاردة بالليل من مصر النهاردة. سلام وتحياتي للجميع.